هذا يسأل يقول المعتكف هل يشترط أنه يحدد المدة التي يريد الاعتكاف فيها أو أنه يعتكف بدون تحديد مدة؟ يعتكف بدون تحديد مدة، يعتكف بدون تحديد مدة، ومتى ما شاء خرج إلا إذا نذر. شوف، إذا نذر مدة فلا بد من إكمالها، قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. أما إذا لم ينذر الاعتكاف وإنما هو متطوع به فهذا يعتكف ما شاء، اعتكاف طويل أو قصير أو متوسط، يعتكف ما شاء، وله من الأجر بقدر ما اعتكف.